في 15 من إبريل لعام 1982 تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في خالد الإسلامبولي الذي خطط لاغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر لعام 1981. يعتبر الإسلامبولي الملهم للعديد من الجماعات المسلحة، وهو المنفذ الأساسي لعملية اغتيال السادات بالاشتراك مع عبود الزمر ومحمد عبد السلام فرج. أنا قمت بقتل السادات وأنا معترف بذلك. اعترف الإسلامبولي أثناء التحقيق معه أن الاغتيال تم لعدة أسباب، منها إهانة الرئيس للعلماء في آخر خطبه ورميهم في السجن كالكلاب، وإنه يحكم بغير ما أنزل الله، ولا سيما زيارته لإسرائيل وإبرامه معاهدة السلام التي اعتبرتها الجماعات الإسلامية ردة وخيانة للقضية الفلسطينية والأرض المصرية المحتلة. President Sadat is hit by 37 bullets, but it is a ricochet which delivers the fatal wound. لن يغيب عن أذهان الملايين مشهد اغتيال السادات، ففي 6 أكتوبر عام 1981 تصدر السادات منصة كبار المدعوين خلال احتفال القوات المسلحة بانتصار أكتوبر 73، وإذا بالإسلامبولي وأعوانه ينزلون من سيارة عسكرية ويفتحون النار على الحضور في المنصة، فسقط السادات قتيلا، وسقط معه العديد من الحضور والشخصيات الرسمية، بينما أصيب آخرون ومن بينهم المشير أبو غزالة. تمت عملية الاغتيال في 40 ثانية فقط، قام بها 4 أشخاص هما الملازم أول خالد الإسلامبولي، ضابط عامل باللواء 3 3 مدفعية، وعبد الحميد عبد السلام ضابط سابق بالدفاع الجوي، وعطا طايل ملازم أول مهندس احتياط، وحسين عباس وهو رقيب متطوع بالدفاع الشعبي وصاحب الرصاصات الأولى القاتلة. بمعاقبة كل من المتهمين الأول ملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، والثاني عبد الحميد عبد السلام عبد العال علي، والثالث عطا طايل حميدة رحيل، والرابع الرقيب متطوع حسين عباس محمد، والخامس محمد عبد السلام فرج عطية، بالإعدام بإجماع الآراء نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم. تم إعدام كل من شارك في عملية الاغتيال شنقا ما عدا الإسلامبولي رميا بالرصاص. أما الوحيد الذي لم يصدر حكماً بإعدامه فهو عبود الزمر الذي صدر عليه حكمان بالسجن، الأولى في قضية اغتيال السادات وسجن فيها 25 عاماً، والثانية تنظيم الجهاد وسجن فيها 15 عاماً، وتم الإفراج عنه بعد الثورة 25 من يناير.